السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كيفاش المنتخب الوطني الجزائري ما نقولوش يدهش محللين، يدهش نقاد رياضيين، يعني عرب، يعني وين تكلموا عن المنتخب الوطني بطريقه مدهشه، بطريقه اللي سبحان الله راهي كيما يقول لك مام طريقه اللعب تاعنا، مام التشكيله، التوليفه، بزاف امور، يعني باش لاعب باش مدرب يخلي لك تسعه تاع اللاعبين، يدخل لك بتشكيله مغايره. يعني جاء الهدف من غلطه، وين تبارك علينا هدف، يعني غلطه تاع اوكسدا غير معتمده. ان شاء الله تكون فانك، هذه تكون فان تدخلوا في الخبره، يعني غارديا باش يدير باس في ديك البلاصه ماهي سهله، راهي في الواعر. على هذيك نقولوا باللي اليوم يعني غلطه اللي غادي تعطي نظره اخرى. على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب الوطني الجزائري وين امس وين قدم مباراه، يعني مباراه كبيره في انتظار يوم الاحد، فاني كذلك وين مباراه في حصه تدريبيه. انا نقولها باللي مباراه حصه تدريبيه ما زلت نهدر فيها. انا من نهار كولومبيا لليوم راني كي نبغوا نلعبوا مع اي فريق نقول لكم حصه تدريبيه، علاه حصه تدريبيه ما كاش اللي ينجم يجي، ما تقولوليش علاه تهدر كيما هكا، علاه؟ تفرجوا شوفوا المالي ماهيش المالي اللي نعرفوها حنايا، مالغري المالي لو كان جاي يبدلوها ويجيبوا لنا السنغال، فانيك السنغال نديروا حصه تدريبيه. والهدره الصحيحه غادي تكون نهار مصر، نهار تونس اللي غادي نقول كيفاش غادي نعاودوا لها المباراه تاع كاليفيكاسيون كوب ديمون 86. لازم مازال تونس اللي مازال ما داوش كف صحيح من عند الجزائر، غادي يدوا من خمسه من الكوب ديمون تاع المكسيك تاع 86، مازال ما داوش كف، يعني فطنوا من ذاك الكف، بصح غادي يدوا وحده اللي ما غاديش يامنوا بها، خاطر علاه مساكني غادي تولي مسكين غادي تولي تشف امام، خاطر علاه غادي نلعبوا لكم تشكيله غادي نرعدوكم، غادي تشكيله لا بالك غادي نعطوكم حلوه العيد عقل عليها مليح. غادي نقول لك نسمعوا شاد كلمه الجزائر وتنزانيا، ولو ما شفتوش خليني احكي لكم عن اللقاء ده بعنوان بسيط. دي فرقة بطولة، الجزائر عندها فرقة اسمها فرقة بطولة. النهارده الراجل المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بالماضي رايح 9 لعيبة وساب بس رايس مبلحي نصيري، ياسين النصيري ده اللي هو طالع أحسن لاعب خلال الجولتين اللي فاتوا، ورايس مبلحي حارس المرمى. كلها ليه؟ عشان يطمن على فرقته، عشان يدخل ناس في الجيم، علشان يخلق دوافع جديده للعناصر اللي قاعده على دكه الاحتياط وانه واثق فيهم، وعلشان يقول للي بيلعب اساسي انت مش حاجز، برضه مش حاجز تكت. على بالك ايش قال لك؟ هذا مصري. ايش قال لك؟ قال لك بالماضي كي دخل لعابه يعني يعطي ميساج للناس باللي يا ودي ما راكمش اساسيين في راسي، قادر لعاب كيما ساعدنا كيفاش قاعد يشكر في طوبه في بدران، يعني قادر اي لحظه تولي احتياطي، والاحتياطي يولي اساسي باش يكون لعب. وموجود اساسي. معروف انه في لعيبه اساسيه بس اقلق عشان في لعيبه تانية، وعلشان يقول للي بيلعب اساسي انت مش حاجز، برضه مش حاجز تيكت وموجود اساسي. معروف انه في لعيبه اساسيه بس اقلق عشان في لعيبه تانية. الكوره مغامره، الكوره حلاوتها في ان انت تقعد تفكر تستمتع وتمتع نفسك وتمتع الجمهور. الجزائر النهارده بتسعى لاعبين
ما شاركوش في المباراه اللي فاتت كاسح تنزانيا بثلاث اهداف مع الرقفه، وكان ممكن الجزائر تكسب اكتر من كده بكتير قوي قوي، لولا ان اللعيبه في الشوط الثاني بدا يغلب عليهم الاداء الفردي، لان هم حسوا ان هم عاليين قوي وجامدين قوي وهم فعلا كده، فبدا كل لعيب يلعب لنفسه، ورغم انه بيبقى عنده واحد والتاني ممكن يبصيله اختيارات افضل منه، كان هو اللي بيفضل مثلا نفسه عن باقي زمايله. لكن فرقه الجزائر النهارده اديتك مثال للي احنا كنا بنقول عليه. الجزائر صعدت خلاص، هي في دماغ انت قادر تقراها، يعني قادر تقرا دماغ المدير الفني، مش احنا عمالين نبوس على يد اجري والنبي نشوف احمد علي. ما هو على او على ايدك والنبي نبوس على ايدك، ما عندناش مشكله. طب نشوف احمد علي، طب نجربه، عندنا يعني على ولاد بلاده مش هيلعب خلاص، كوكا اسبوع مثلا هذا حاجه موجود اطيح على ولاد بلاده. احنا احمد علي شارك في كان هيجرى حاجه؟ والله ما كان هيجرى حاجه، ما كده كده خلاص. طب يا سيدي انت ما بدلتوش مكان كوكا ماشي، ولو انه عادي تقلق عشان في لعيبه تقيده للعناصر اللي قاعده على دكه الاحتياط وانه واثق فيهم. ليه؟ عشان يطمن على فرقته، عشان يدخل ناس في الجيم، علشان يخلق دوافع جديده للعناصر اللي قاعده على دكه الاحتياط وانه واثق فيهم، وعلشان يقول للي بيلعب اساسي انت مش حاجز، برضه مش حاجز تيكت وموجود اساسي. اه معروف انه في لعيبه اساسيه بس اقلق عشان في لعيبه تانية. باش على بالكم نعاودوا احنا نتكلموا، وين ديروا حسابكم باللي فانيك اندي ديلور فانيك تبليسه في اخر لحظه، يعني على بالك لو كان اندي ديلور فانيك لعب اليوم فانيك كان غادي رايح على الاقل يسجل هدفين، على الاقل هدفين. الناس نغلطوا كي نقولوا باللي يودي اي مباراه اي منتخب نقلبوه، بكل احتراماتنا انا خاطر علاه راني نبدا نقولها ونقول نحترموا اي منتخب نلعبوا له نحترموه، واحترام كبير لهاد الموريتانيين اخوتنا يعني، ونحترموهم بصح شتيلا الاداء يعني كبير، رانا نلعبوا بمستوى كبير لا غالب على بالي قادرين كيفاش ما تنجمش كيفاش ينيغوسو معانا، ما ينجموش كيفاش ينيغوسو معانا، وانا نلعبوا لعب ما ينجموش كيفاش ينيغوسو معانا، ما كاش اللي ينجم ينيغوسي في اللعب تاعنا، لازم تفهمونا. رغم ان اليوم لعبنا بدون ارتكاز، بدون لعاب ارتكاز، لعبنا بثلاث لاعبين يعني كيما يقول لك حنايا صانعين اللعب، تلعب نتايا بقبل بالقبله وبولايه وكيسموه تاعنا في غولي، يعني يديرها مدرب اللي يكون واثق من روحه ويكون واثق من اللعابه تاعه، انا هذه تبان لي خاصة بعد تعرض المهاجم المنتخب الوطني الجزائري أندي ديلور لإصابة خلال التربص التحضيري الذي يعني وين بدأ يوم الخميس، وين غادي يغيب المنتخب عن المنتخب عن المواجهة، وين غاب عن المواجهة الأولى تاع الأمس، والتي من مواجهات اثنين يعني المالي تونس اللي غادي يغيب عليهم ما يكونش. يعني نقولوا بلي اليوم وين أندي ديلور وين ضيع تربص، يعني تربص اللي تمنيناه باش يكون لا غالب، نتمنى فاني كونتر المالي نشوف كيسموه تاعنا طوبه، يعني طوبه اللي ماذا بينا يدي خبره، يزيد يدي خبره اخرى، يزيد نزيدو نشوفوه في يعني خبره اخرى، يعني مباراه من اجل كسب خبره. ورغم ذلك وين طوبه وين بين اللعاب اللعاب اللي لعاب لعاب يعني اللي لعاب لعاب، حنا هضروا شادنا على اللي جا ذاك زروقي اول مباراه تاعو تشوفه كيفاش يوقف، كيفاش يوقف الوقفه تاعو يعني كلش قرايه، كي يوقف يبلع مثلث الوقفه تاعو اللي يبلع اي هجمه اي مرتده يكون قريب ليها. اي تشوف انت كيفاش هذاك الزروقي هذا كيفاش من يوقف الوقفه تاعو يعني مبلع على الجهتين الوقفه تاعو فاني قرايه. على هذيك نقولوا باللي اليوم المنتخب الوطني الجزائري عنده بزاف
لاعبين اللي مازلنا ما شفناه والو، مازلنا ما شفناه والو. كاين لاعب اللي رانا شايفينه 10% برك، مازلنا ما شفناهمش. هذه هي، وربي يكون معنا ان شاء الله.